قبل بداية المباراة وقف الجميع دقيقة صمت ترحما على أرواح مناصري اتحاد العاصمة. بعدها انطلق اللقاء تحت إدارة الحكم عاشوري. وكما كان متوقعا كانت المباراة صعبة وقوية، تميزت بالاندفاع البدني وتخللتها عروض كروية من كلا الجانبين. ومع مرور الوقت سيطر المحليون بقيادة بلجيلالي على وسط الميدان، حيث لعبوا بطريقة هجومية محضة، وجدت دفاعا قويا أغلق كل المنافذ تحت قيادة حارس متميز اسمه زيماموش، الذي حافظ على شباكه نظيفة حيث تصدى للهجمات المتتالية التي تقاطرت عليه طيلة أشواط المقابلة من قبل كل من بلخير وحمزوي. وكد الحظ الذي وقف إلى جانبه بالنسبة لهذه اللقطة التي وجدت العارضة الأفقية التي أنابت هي الأخرى عن زيماموش. الزوار بدورهم أهدروا كرات في معظمها إما خارج الإطار وإما بين أحضان الحارس البشاري سفيون. في بداية المرحلة الثانية دخل البشاريون بوجه آخر مغاير في محاولة منهم تغيير النتيجة، حيث رموا بكل ثقلهم داخل منطقة الخصم، وتوالت الهجومات تباعا من قبل كل من بالجلالي، أودو، بلخير وحمزوي في كثير المرات، لكن التسرع وعدم التركيز ونقص الفعالية حالت دون تحقيق المبتغى. وفي الدقائق الأخيرة توالت الحملات المحلية، لكن سوء الحظ الذي لازم البشاريين حال دون زيارة شباك زيماموش الذي يستحق فعلا العلامة الكاملة ويعود إليه الفضل في بقاء شباكه نظيفة إلى آخر دقيقة من اللقاء. وبذلك نستطيع أن نقول حقا أنه افتك لقب رجل المباراة، ولولاه لعاد العاصميون إلى ديارهم يحملون أوزار الهزيمة. كن ننظر للمقابلة، يعني درنا مقابلة يعني طيبة، يعني لعبنا في جميع يعني أماكن اللعب، ويعني قدرنا نطور كرة يعني لباس بها، وكنا قادرين يعني قداش المرة نسجلوا يعني في الشوط الأول والشوط الثاني، ولكن اصطدمنا يعني بحارس يعني في المستوى اللي يقدر يبطل لنا هذا الأهداف. كان لقاء صعبا جدا، اكتفينا فيه بنقطة ثمينة، ومثل ما أقول دائما سنبقى فريقا يصعب الفوز عليه رغم قوة المنافسين مثل فريق الصورة الذي لعبنا أمامه اليوم وعلى الساعة الرابعة. فيما كان إذن بعد 6 جولات 4 تنقلات ومباراتين فقط داخل الديار، لدينا 11 نقطة تجعلنا نبقى متفائلين.